ابن الجوزي رحمه الله بيقول هنا بقى إيه؟ يتكلم عن المصائب، وأنه لا يجوز للمرء أن يحكم بادي الرأي دون أن ينظر إلى هؤلاء. لا تنظر إلى ظاهر الصراخ ولا ظاهر الشكوى، ولكن انظر إلى فعل العبد. ودي مسألة داخلة في باب القضاء والقدر كما سنتكلم عنها غدا إن شاء الله.